أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية في صبراتة بشكل فوري وإلى ضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي. وقالت البعثة عبر حسابها على تويتر الخميس إنها تلقت تقارير عن إصابة مستشفى المدينة بصاروخ ووقوع إصابات بين مدنيين بينهم أطفال، معبرة عن قلقها إزاء تواصل الاشتباكات في المدينة. أعلنت غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية تكليف الكتائب التابعة لها بمهام التدخل السلمي كقوة محايدة لإيقاف الاقتتال في صبراتة. وحذرت الغرفة في بيان تحصلت النبأ على نسخة منه من إدخال المنطقة الغربية في صراعات سياسية وأجندة أيديولوجية، مشددة على أن أمن صبراتة من أمن المنطقة الغربية بالكامل. كما أكدت الغرفة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تعريض سلامة وأمن المنطقة والمواطن للخطر وإشعال نار الفتنة من جديد وفق نص البيان. اتهمت الكتيبة 48 مشاة في صبراتة قوات غير عسكرية تنتمي لما يسمى بالتيار السلفي من مدن مختلفة بقيادة الاشتباكات على الأرض وعرقلة جهود المصالحة في المدينة. وقالت الكتيبة في بيان لها أن غرفة الوادي قاتل في صفوفها مطلوبون لدى النائب العام وعلى رأسهم أبو بكر سالم أمر كتيبة سبل السلام المتطرفة. واتهمت الكتيبة غرفة الوادي بخرق الهدنة والتعرض لوفد المصالحة بالرماية المباشرة ما أدى لإصابة أحد أعضائه هشام عبد النبي. وشددت الكتيبة التي تؤكد شرعيتها وتبعيتها للحكومة المقترحة على أنها لن تتهاون مع أي قوات تريد السيطرة على صبراتة، مؤكدة احترامها لدعوات التهدئة واستعدادها للجلوس على طاولة الحوار. وأخيرا قال رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج إنهم عقدوا لقاءات عدة مع الفرقاء السياسيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي. وفي ملف الهجرة غير الشرعية أكد السراج خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ليبيا ضحية من ضحايا هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة ترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا إلى بلادهم وعدم توطينهم فيها. نلتقي على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.